صباح الخير وأهلا وسهلا بالأصحاب اللي بتابعوا معنا من زمان. بتعرفوا صار لنا فترة طويلة، مش طبيعي قديش المقابلات أخذت معنا وقت. الفكرة بنكمل مع بعض شغل جون كريستوفر هلا، وبدنا نوصل لمرحلة حتى نعرف نتعامل إن شاء الله مع المرض من خلال الأعشاب. فهلا بنعرف بالحلقات الماضية اللي عملناها لجون كريستوفر، حجمعهم كلهم مع بعض، إنه هو من أهم علماء الأعشاب في التاريخ، ويعني مدرسة علم الأعشاب اللي أسسها اللي بيعرف شو هي غنية عن التعريف. طيب في إيدي بصراحة كتاب كمان Initiation to Hermetics، وما بتصدق إيش حابب أحكي لكم عنه، بس ما رح أحكي عنه اليوم لأنه بدنا نخلص موضوعنا اليوم. basically بدنا نعمل ملخص على اللي حكينا على جون كريستوفر، ونذكر جميع الأعشاب اللي كان يستخدمها، وبعدين بنصير نفصلها على أساس إنه نمشي فيه في أعضاء الجسم عضو زي ما كنا ماشيين. بس بدنا نلخص اليوم ونذكر كل الأعشاب حتى نقدر نكمل من هاي النقطة. بس برضو قدامي زي ما بقولكم كتاب Initiation to Hermetics، مش قادر عم بحك بصراحة، فبدي أحكي لكم هو من أهم الكتب اللي بتعطي التمارين اللدنية، خلينا نقول، من خلالها الواحد ممكن يسمع بين، يعني يقدر يعمل الانتجريشن، التكامل بين الجسم والروح. هلا تمرين من التمارين الأولى، أول تمرين موجود فيه، هو فيه تمارين بتكفي بصراحة إنه الواحد يقعد حياته كلياته هو بس بيشتغل عليها. التمرين الأول تمرين بسيط كتير، عنوانه Magic Mental Training Thought Control، التحكم بالفكر. هذا شيء ممكن نعمله يوميا، Discipline of Thoughts and Subordination of Thoughts، كيف نقدر نتحكم ونهذب الأفكار تاعتنا. فشو بيحكي بالكتاب؟ ولك take a seat in a comfortable chair or lie down on a seat. Relax the whole body, close your eyes and observe the train of your thoughts for 5 minutes. يعني بس بقعد أو بنام بشكل مريح، وبرخي الجسم كلياته، بسكر العينين وبصير ألاحظ الأفكار اللي عم بتمر لمدة 5 دقائق، بس 5 دقائق. فبقولك try to retain it، نحاول نحافظ ونلاحظ هاي الأفكار، يعني إنه ما ننسها. في كتاب جايكم فيه اللي هو Outwitting the Devil لنابوليون هيل، هو على أساس إنه كان زي نوع من المناظرة مع الشيطان، كانت كان عم بيسأل أسئلة والشيطان بيجاوب. يفترض إنه الكتاب مجازي، بس اللي بقرأ الكتاب بقول يعني يخرب فنه شكله كائن عن جد حاكي مع الشيطان somehow. anyway النقطة الأولى اللي بحكيها الشيطان بهذا الكتاب، بقول إنه أنا بقدر أتحكم بالإنسان إذا كان drifter when he drifts، يعني لما يسهى. إذا كنا واعيين 24 ساعة، إذا كنا حاضرين، مستحيل يقدر الشيطان يتحكم فينا. فهذا التمرين شبيه كتير بهذا الموضوع، لو نقعد نراقب الأفكار لمدة 5 دقائق. يا الله مش معقول. في كمان كتاب Journey to Iceland كمان جايكم فيه ملخص، بركز كتير على هاي الشغلة، وبنص الكتاب بركز على موضوع الأحلام، إنه كيف الإنسان لازم مثل ما هو صاحي مثل ما هو عم بيحلم، بالحالتين رح يكون 100% واعي بكل إشي عم بيصير. وبيحكي كيف في إشي إنه إحنا وقتين power بهاي الحالة، اللي هي هلا power ترجمتها العربية القوة، بس إنه المقصود فيها بالكتاب أكبر من هيك بكتير. power اللي هي الوصل، الصلة، فاللي هي خليني أعطيكم مثال تاني. يعني خلينا نقول إحنا عم نتنفس، مزبوط، فإحنا عم ناخد النفس شهيق زفير. هلأ إذا بناخد النفس بالصلة بالباور، إذا كنا موصلين بالباور خلال أخد النفس، ما بنحتاج أكل 24 ساعة، بنصفي عم ناخد هاي الطاقة، شو ما بدنا نسميها، من خلال النفس، من خلال الوعي، وما بنحتاج لأشي خارجي. فبكتاب كمان Journey to Iceland بفرجي كيف برحلتهم كان مثلا يعطي نوع من الأكل، يقول له This food is power، بدك تمضغ شوي شوي، تمام، ما تبلعه بسرعة، لأنه هذا الأكل كم من لقمة بس بتكفيك أسابيع إنه تغذي جسمك. anyway هذا الكتاب هنا للتمرين اللي عم نحكي فيه Magic Mental Training Thought Control، التحكم بالفكر. Relax the whole body زي ما حكينا، بترخي الجسم كله، بتسكر عينيك and observe the train of thoughts for 5 minutes لمدة 5 دقائق يوميا، بس بنقعد بنراقب كل الأفكار اللي بتطلع في الوعي عندنا، trying to retain it، نحافظ على الأفكار وبيضل الوعي موجود ما بنسها. ولك at first you will find that there are rushing up to your thoughts concerning everyday affairs، يعني الشغلات اللي مرت عليك خلال اليوم بتصير إنه هيك تمر عليك كصور، professional worries، الشغلات اللي بالشغل and the like، يعني اللي هي الشغلات اللي تمر علينا بحياتنا اليومية. take the behavior of a silent observer
toward these train of thoughts. يعني أنا بقعد كصامت ملاحظ observer شاهد خلينا نقول هاي الأفكار اللي بتمر علي بصير أراقب فيها بس كشاهد بدون ما أتدخل فيها freely and independently يعني بشكل مستقل إنه ما بتدخل فيها according to the mentality and the mental situation you happen to be in the moment. يعني بدنا نكون باللحظة طبعا هذا اللي بنعمل فيه. This exercise will be more or less easy for you. هذا أول تمرين ورح يكون سهل جدا. التمرين الجاي حتكون بتشوفوا شو هي. The main point is not to forget yourself. نكون حاضرين زي ما قلنا ما نسها. الشيطان بتمكن فينا لما نسها. بكتاب برضو جيرنيت الإسلام بتشوفوا شغلة مش طبيعية. بقول لك إنه مش مهم اللي بتعمله طول ما أنت اللي عم تعمله from a perspective of a warrior. اللي هو الوارير المحارب بس مش المحارب إنه كحرب المحارب اللي هو شو الكلمة اللي ممكن نعطيها له وارير كيف بتصرف بحياتي وكأني وارير لما أتعرض لموقف صعب جدا هل راح يعني أفقد نفسي وأفقد سيطرتي على نفسي وأصير إنه ألوم الدنيا وألوم نفسي وكذا ومش عارف شو ومش قادر. الناس بتعرف اللي بيلجأوا للأمور الهروب زي التدخين والأكل والأكل طبعا الغلط والكحول إلى آخره. الناس اللي بيلجأوا لهذه الشغلات اللي هم بضعفوا الضعف بالضبط اللي هو أنا ما بعيش حياتي من منظور الوارير المحارب. هلا بجورنة إسلام بقول له إنه أنت مش مهم شو اللي بتعمله لأنه إحنا أنت إنسان والإنسان خلال حياته محكوم بالطقوس محكوم بالمشاعر إنه مرات بكون مبسوط مرات بكون متضايق مرات بكون تعبان مرات بكون قوي بغض النظر. فمش مهم شو اللي بعمله بغض النظر المهم إني كل شيء أعمله من منظور المحارب. يعني زي واحد مثلا خلينا نقول عم بحاول يوقف دخان بس يجي الضعف عليه ويجي الحاجة لإله لما يكون مثلاً لما يتصرف من منظور الوارير من منظور المحارب بكون قوي بوقف في وجه هذا الإغراء اللي بكون أمامه وبرفض ويعني فهمنا الفكرة بمشي كمحارب في وجه هذا الموضوع. فالموضوع هنا شبيه the main point is not to forget yourself not to lose that the train of thoughts but to pursue it attentively. نضلنا ملاحظين لكل الأفكار اللي عم بتمر علينا وما نسها. Beware of falling asleep while doing this exercise. ما تنام إذا بلشت وإنت عم تعمل التمرين ضلك صاحي. If you begin to feel tired, stop instantly and postpone the exercise to another time. مهم كتير إنه ما ينام الواحد وإذا حس الواحد حاله تعب ممكن مثلا تمسح مية على الوجه إلى آخره حتى إنه تضل صاحي. فعموما بديش أكمل لأنه هذا بنيجي وقت لحاله بس هذا تمرين بإمكاننا نعمله يوميا طول الأسبوع. بكون في عنا زي ما حكينا نص ساعة خمس دقايق بنقعد بس بنراقب الأفكار اللي بتمر على راسنا وإحنا مسترخيين ما بنتدخل فيها بنكون كشاهد بس بنتطلع على الأفكار اللي بتمر. خلينا نعمله يوميا هذا الأسبوع. فكرة حلوة هاي كل أسبوع بالراديو بنذكر تمرين والأسبوع الجاي بنشوف شو صار معنا وبنذكر التمرين اللي بعديه وبنكمل. طيب عموما جون كريستوفر نحاول نحكي ملخص للأمور اللي حكيناها خلال الحلقات الماضية قبل ما ننتقل ترجمات المقابلات اللي سويناها. كنا في البداية أول شيء في عنا كتاب Curing the Incurables اللي هو البروتوكول اللي كان يمشي فيه جون كريستوفر حتى يعالج كل الأمراض من خلال الأعشاب. Curing the Incurables اللي هي علاج الأمراض اللي تعتبر طبيا إنه لا يمكن علاجها الأمراض اللي بيعتبروها مزمنة. يعني خلص هذا مرض مزمن موجود معنا طول عمرنا فرضا بقوله وجاي بالوراثة وإنه ما بيتم علاجه. Curing the Incurables لجون كريستوفر بهذا الكتاب كان حاطط البروتوكول اللي بيعالج من خلاله هاي الأمراض. الكتاب بإيدي رح أمر عليه بسرعة كتير بس هيك صفحة صفحة كملخص. طبعا بركز اول شيء هو على الهوليستيك ستيت انه احنا لازم دائما نعيش بهوليستيك ستيت ما بصير نمسك شغله او ناخذ شيء ونترك باقي الامور. لازم نعالج كل شيء نمط الحياه مع النفس مع الرياضه مع الجسم مع الكذا مع الكذا كل الامور بنفس الوقت. فهلا هون في بدايه الكتاب ببلش بيحكي لنا انه في عنده الهيربال فورمولاز الاساسيه اللي بياخذها every day كل يوم يوميا يعني بياخد lower bowel formula اللي هي للأمعاء بشكل خاص الأمعاء السفلية relax ease لتهدئة الجهاز العصبي البانكرياس فورميلا اللي هي أعشاب البانكرياس و يربي الهيربال كالسيوم بركز عليه
فهاي الأعشاب بركز عليها يوميا إنه الواحد لازم يأخذها، طبعا مذكورة بالتفصيل بالحلقات الماضية اللي حكيناها عن جون كريستوفر. طيب breathing with depth مهم كتير، التنفس السليم. clothing مهم الواحد يلبس أواعي بتسمح للجلد بالتنفس يعني مثل القطن مثلا، حتى كمان تفرغ الكهرباء الساكنة اللي بتكون موجودة على الجسم. النقطة اللي بعديها اللي هي بحكي releasing static electricity، مهم جدا أن الواحد يعمل grounding ويفرغ الكهرباء الساكنة. من أسهل الطرق أن الواحد يمشي حافي على التراب، وبشكل عام حاولوا تمشوا حافيين في طريقة طرق كمان حكيناها ببث الراديو بأكثر من مرة، اللي هو جورج ستار وايت اللي كان يعمل عملية تأريض من خلال سلك النحاس، حتى كان مرات يربطه بفرشة التخت ويمدها للأرض. برضو موضوع النوم شمال جنوب جنوب شمال من المواضيع المهمة كتير، برضو ذكرناها كتير في بث الراديو، حتى عملت لها فيديو اللي هو عنوانه كان طريقة النوم السليمة. فبرضو هي كتير مهمة للتأريض ولموازنة النظام الحيوي والكهرباء إلى الجسم. أوكي النقطة اللي بعديها 3 oil massage اللي هو عملية عمل مساج يومي للجسم بثلاث زيوت اللي هم الكاستر أويل زيت الخروع، طبعا الأوليف أويل زيت الزيتون، وفي عنا الويت جيرم أويل اللي هو ويت جنين القمح، ويت شو حكيت أنا زيت جنين القمح. فبرضه مذكور بالتفصيل بالحلقات الماضية. sun bath اللي هو الواحد التعرض للشمس يوميا برضه كتير مهم، فيش فيه حكي. herbal fomentations والباث الحمام، الواحد ياخد حمام بمية ساخنة ومية باردة حتى يعمل شوك للدورة الدموية، بتساعد كتير في عملية التنظيف. herbal fomentations برضه اللي هي بذكر ايش الاعشاب الواحد لازم ياخدها، ذكرناها بالتفصيل. زونال فوت مساج اللي هو الريفلكسولوجي المساج زي ما لاحظتوا مهم كتير، وبرضو الزونال فوت مساج اللي هو مساج القدم من تحت برضو كتير مهم. هذا السكند ويك والثيرد ويك بذكر فيهم كيف طريقة الأكل والعصائر اللي ممكن الواحد ياخدها، برضو ذكرناها بالتفصيل. وبعدين بدخل لكيس هيستوريز اللي هي الحالات الشفاء اللي صارت معاه. فهون نقدر نرجع للحلقات الماضية حتى ناخد تفاصيل هاي الأمور. اوكي حكينا كمان بلشنا اظني لانه انا صراحه برضو مش متذكر وين وصلنا بهاي الشغلات، لازم ارجع اسمع الحلقات بالتفصيل حتى اشوف. بس عموما بناء على النوتس اللي موجوده عندي ذكرنا اول شيء دخلنا في الجهاز الهضمي، طريقه تنظيف الجهاز الهضمي. حكى كتير على المية المقطره مدى اهميتها، و الأعشاب الرئيسية اللي كان يستخدمها. أوكي وحكينا على هاري هوكسي كمان. هاري هوكسي اللي هو كان في عنده كانت نسبة النجاح عنده خصوصا في مرض السرطان تمتد بتصل ل 85% تقريبا في حالات متقدمة، 80% سوري. وكانت الفورميلا معادلة الأعشاب اللي كان يستخدمها شبيهة جدا أو تقريبا نفس المعادلة اللي كان يستخدمها جون كريستوفر. الفرق الوحيد بيناتهم كان إنه جون كريستوفر كان يستخدم يود طبيعي يستخرجه من الأعشاب البحرية، وهاري هوكسي كان يستخدم الأعشاب اليود اللوغولز أيودين. طبعا الأعشاب اللي كان يستخدموها التنين بهاي المعادلة اللي كانوا برضو يستخدموها لعلاج السرطان، من أهم الأشياء اللي كانت موجودة فيها عن البوردوك روت اللي هو الأرقطيون، الباربري روت، الباكثورن روت، بارك اللي هو لحق الشجر، ستيلينجيا روت، بريكلي آش بارك، بوك روت، وكله كان محطوط، وليكريش اللي هو عرق السوس كانت محطوطة بالأيودين. فعموما بعرف انه بذكرها بالانجليزي بس انه هاي رح نفصلها بالعربي كلياتها، رح نشوف شو الشغلات المتوفرة والشغلات اللي مش متوفرة بس مهمة جدا مثل اللوبيليا والمولين. الشغلات الرئيسية كلياتها نضطر نجيبها من برا في اعشاب كتير مهمة، بس الشغلات الموجودة واللي نبدلها بالاعشاب اللي عنا بالوطن العربي بنستخدمها على طول. طيب ركز كتير على الميوكسلس دايت اللي هي لأرنولد إهريت، حكينا عليها كمان بالتفصيل. قديش مهم كتير الواحد يمشي على الدايت الأكل اللي ما بيعمل بلغم بالجسم، وحكينا قصة أرنولد إهريت كمان بالحلقات الماضية. أوكي بركز كتير على الموضوع زي ما حكينا، يعني عملنا حلقة كاملة على موضوع الأمعاء ركزنا عليها وذكرنا كل تفاصيلها. فالمرة الجاية رح نبدأ بعديها الأعشاب اللي ذكرناها بهاي الموضوع. كمثال أوكي هلا الامساك من الشغلات، طبعا حكينا كتير انه الواحد لما يكون في عنده امساك
بكون خلاص بيسكلي ما في امتصاص بالجسم، في سمية موجودة بالجسم، في فيرمنتيشن اللي هي عملية التخمير السلبية اللي بتصير بنتج عنها سموم كتير. وذكرنا كتير أمثلة، منها مثال إنه كيف الواحد لما الحديد مثلا ما بتم امتصاصه إذا كان في سلفر، إذا كان في بالأمعاء نسبة كبريت كبيرة. وبنعرف الكبريت مثلا لما الواحد يكون في عنده غازات، أو لما يكون مثلا الخروج الرائحة تكون سلبية مش كويسة، بنعرف إنه هذا بسبب وجود الكبريت بكمية كبيرة. هلا جون كريستوفر فرجانا إنه لما يكون في عندنا كبريت بكمية كبيرة بتفاعل مع الحديد، بيعمل ايرون سلفايد، وهذا بيطلع الحديد ما بيخلي في عملية امتصاص. فحتى الناس اللي بياخدوا سبليمنتيشن للحديد ولسه في عندهم نقص حديد بيكون بهذا السبب، لأنه الأكل غلط. دائما بنبلش المعدة بيت الداء، الأمعاء بدها تكون مرتاحة، ما بده يكون في عنا إمساك، ما بده يكون في عنا غازات إلى آخره، وحكينا بهاي الشغلة. فهلا بعض الأعشاب برضو اللي ذكرناها في موضوع لتنظيف الجهاز الهضمي بناء على جون كريستوفر كان يركز على السنة اللي هي السنمكل، باكثورن، السليم سيد اللي هي لسان الحمل، ساسفراس روت. بعرف في أعشاب موجودة مش موجودة عندنا، بس احنا بنستخدم الموجود ومنجيب المهم جدا من برا. اليانسون كان يستخدمه، الايرش موس صرنا نستخدمه كتير هلا، الاجار اجار برضو من اللي هي الاعشاب الهلامية بتساعد كتير في تنظيف الجهاز الهضمي، الفنل، الشومر، الشومر كمان له دور مهم كتير. ف so much accumulated food matter in the bowels، كله بدنا ننظف الجهاز الهضمي. الكولونكس، الكولونكس كتير مهم لتنظيفها، الانيماز، الحقن الشرجية، بنعرف حقن القهوة لتنظيف الكبد والحقن الشرجية بشكل عام للتنظيف. استخدام في شغلات احنا حكيناها كمان اللي هي تنظيف استخدام الزيوت العطرية للتنظيف برضو كتير مهم. بركز كتير الباربري بارك بيحكي انه بركز انه كتير مهم للليفر. كاسكارا، الكيان حكينا كتير على فلفل الكيان قديش مهم لتنشيط العضلات وقديش مهم لتنظيف موازنة الدورة الدموية وضغط الدم. الجينجر ركز عليه كتير كمان، اللي هو الزنجبيل طبعا بنظف الجهاز الهضمي، بيساعد دايريتك، بيساعد بتنظيف الكلى والجهاز البولي، برضه هو انتبايتك. سويت فينل برضه هركز على الشومر. اللوبيليا من الأعشاب المهمة جدا، راسبر ليفز، ريد راسبر ليفز بترجع الأسيدز الأحماض المهمة للمعدة، برضه بترجع الحديد للجسم. أوكي يعني هلا خلينا نقول هذا ملخص صغير للنوتس اللي موجودة عندنا، نشوف إذا ظل عندنا شيء مهم. سليبري ألم من الأعشاب المهمة كتير، يعني في كتير أعشاب مهمة، بس يعني هذا ملخص خلينا نقول سريع مهم كتير على أساس إنه لأنه تركنا موضوع جون كريستوفر لفترة، فبس حتى نقدر هيك ناخد فكرة شاملة على الموضوع. طيب هلأ أنا فتحت كتاب The Herbalist اللي هو من المراجع الرئيسية اللي كان يستخدمها جون كريستوفر في الأعشاب. هلأ اللي راح أعمله أنا راح أذكر أسماء جميع الأعشاب بالإنجليزي، تمام؟ بلشنا فيها بآخر حلقة بس ما كملناها، فهلا رح أبلش فيها من البداية، رح أذكرها بشكل كامل حتى المرة الجاي نقدر نكمل بأعضاء الجسم ونفصل الأعشاب. بس أنا ليش بحكيها؟ لأنه حابب أنه يكون في عندكم فكرة عن مدى شمول وكمية الأعشاب الموجودة اللي كان يستخدمها. فأنيوي كتصنيفات كانت موجودة alternatives until mintex astringents شوفي عندنا كمان بيتر تونيكس، بلاند، دايريك بوتانيكلز، كالماتيفز، كارميتيفز هلا جايين فيهم بالترجمة، أروماتيكس، كاثارتيكس، ديميولكنتس، دايافوريتيكس، ديوريتيكس، إموليانتس، نيرف ستيمولنتس، ريفريجيرانتس، سيراتيفز، ستيمولنتس. واحدة واحدة alternatives. شو هم الالتيرناتيفز؟ الايجنتس which tend to gradually alter a condition، يعني هدول الاعشاب اللي شوي شوي ببلشوا تدريجيا يحسنوا من الجسم من ناحية علاجية. American spikenard، bittersweet twigs، black cohosh root، blue flag root، blue nettle root، burdock root، echinacea root، red clover flowers، sarsaparilla root، sassafras root، stillingia root، oregon grape root، pipsissewa root، poke root، prickly ash bark،
يلو دوك، كتير في أعشاب طبعا. من اللي موجودين عندنا هنا يعني اللي انتبهت عليهم، النتل اللي هي شو اسمه يا ربي، القريص، البوردوك طبعا اللي هو القرقطيون، ايش في كمان، باقي الأعشاب بشكل عام مش من الأعشاب الموجودة عندنا. طيب أنتلماتكس شو هاي؟ medicines capable of destroying or expelling worms، اللي هي الأعشاب اللي بتطلع الديدان من الجسم. أوكي. أريكانوتس، بالموني هيربز، ميل فيرن، ميليا از دارك بارك، بوميجرانيت برينت. شوف هلا هذا أول واحد اللي هو الرمان، كل شيء بالرمان اللي هو عندنا الورق والبارك الخشب والروت الجذور للرمان بتطلع الديدان من الجسم. بامكن سيد اللي هي بنعرف القرع الني طبعا كتير بيساعد بتطلع الديدان من الجسم. سبيجيليا روت، ورم سيد اند ورمود. ورمود بنعرفه اللي هو الشيح. فهلا من الشغلات المتوفرة عندنا هلا اللي هي البوميجرانيت اللي هو الرمان، مش الرمان نفسه زي ما حكينا، الورق والخشب والروت الجذور، بذور القرع النية، والورمود اللي هو الشيح. تمام. اللي بعديها astringents temporary tighten contract or increase the firmness of the skin or mucous membrane، اللي هم بيعملوا عملية شد للجلد أو للأغشية المخاطية، يعني بتعمل عملية شد. استخدامها بشكل أساسي خارجي، washes lotions، يعني ممكن استخدامها في الكريمات، شغلات خارجية للجلد حسب الحالات اللي بتلزم. طبعا برضو جايينها بالتفصيل. أوكي. الأعشاب agrimony herb، alum root، barberry bark، baby bark، beech drops، bath root، black alder bark، black cherries، black oak bark، black willow bark، butternut bark، button snake root، chocolate root، sink foil، congo root، cranesbill root، flea bane herb، golden rod. يا حرام ولا واحدة لهلا مبينة معانا غير الصفصاف مر علينا، بس انه الباقيين كلياتهم مش عارف ولا شيء. hawthorn berries، heal all herb، hemlock bark، hickory bark، logwood، mountain ash bark، purple lucis strife herb، queen of the meadow herb، rattlesnake root، red root. يا حرام لهلا ولا واحدة. هاي مر علينا واحد، سيج المرمية. يعني المرمية كغسول خارجي بتعمل عملية شد. سامسون سنيك روت، شيبرد سبيرس هيرب، سومبل روت، سوماك. أظن هون السوماك العادي بس لأنه طريقة كتابته مختلفة شوي، فيمكن يكون السوماك السوماك. تورمنتل روت، أوفا أورسي ليفز، ويفر أش بارك، ووتر أفنز، ووتر ليلي، ووتر أش، ووتر وايت أوك، وايلد إنديجو بارك، ويتش هيزل تويجز. أوكي. كلها أعشاب مهمة كتير. طبعا أنا عم بحكي أسماء الأعشاب هون، بس اللي رح أسويه رح أختار الشغلات الموجودة ورح أختبرها وبعدين رح أحكي لكم على تأثيرها، لأنه بصراحة ما بحب الشغلات النظرية، فرح أشوف الشغلات المتوفرة ورح أختبرها خارجيا وبحكي لكم إيش الشغلات اللي شفت منها نتيجة واضحة، ومن خلالها بنحط احسن فورميلا معادله للامور الموجوده عندنا زي ما احنا شايفين بناء على اهم علماء الاعشاب. طيب مايلد استرينجنس يعني نفس الشيء بس اخف منهم كتاثير. بلاك بيري روت زي ما حكينا قديش بركز على التوتيات، بلاك بيرش ليفز، كالنداين، جيرمان رو، سينت جونز وورت اللي هي عشبه القديس يوحنا، سويت فيرن هيرب. طيب في كتير اعشاب الألم روت. أوكي مش مهم، بس إنه بالنهاية زي ما حكينا في كتير أعشاب موجودة كأسترينجنس اللي هي بتعمل عملية شد للجلد والأغشية المخاطية. عموما رح نطلع الأشياء المتوفرة منهم ونختبرهم ونشوف شو أفضل استخدامات لهم، بحطهم هدول كلياتهم، يعني ممكن نعمل فيديو قصير لكل واحدة فيهم على أساس إنه نذكر إنه هاي العشبة 1 2 3 4 مثلا بفيدوا بالشد الخارجي، ممكن يكون لحالات مثلا البليدينج لما ينزل الدم او حالات مختلفة مثل مرضية. بنعملها فيديو قصير وبنحط الاعشاب وبفرجيكم اياها لايف يعني كاختبار على اساس انه ما نحكي شيء نظري. طيب بيتر تونيكس شو هي؟ البيتر تونيكس are used for temporary loss of appetite، لما الواحد يكون في عنده فقدان شهية مؤقت. هاي الاعشاب بنستخدمها لعملية يعني بنرفع الشهية. طيب they stimulate the flow of saliva
gastric juices يعني العصارات الهضمية واللعاب، بيعمل عملية simulation لإله إنه بيحفزه. طيب Angostura bark, Balmony herb, Barberry root, Bayberry leaves, Blackberry leaves, Black hawbark, Blessed thistle. thistles طبعا thistles اللي هم الخرفيش هلا موجودين فصل الربيع كتير، فاستغلوا الفرصة لأنه كتير كتير مهمين لكل شيء وللكبد بشكل خاص. Bog bean herb, Boldo leaves, Cascarilla bark, Chamomile البابونج, Chireta herb, Colombo root, Condorango root, Dandelion اللي هي الهندبة, French tree bark, جنتيان روت مهم كتير كمان لتنظيف الكبد خصوصا الناس اللي بتكون الحجارة مش راضية تطلع بتنظيف الكبد العادي. جولدن سيل روت من أهم الأعشاب اللي كان يستخدمها جون كريستوفر. جولد ثريد روت, هوبس فلاورز, مغورت هيرب, كويجا تشيبس, سباشيا, تركي كورن, وايل تشيري, وورمود برضو الشيح, يلو روت روت يلو روت روت مش عارف ليش هيك شكلها اسمها يلو روت بس بده الجذر تاعها كمان. اوكي فهاي الاعشاب زي ما شفنا في اكمل واحدة موجودين، الشيح على الاقل هي موجودة لنا، الداندلاين، الهندبة، الثيسلز، الخرفيش، يعني بعض الاعشاب الموجودة هدول اللي حنركز عليهم في الوصفات الجاي. طيب بلاند دايتيك بوتانيكلز اللي هي نون ستيميليتينج نون اريتيتينج ايزيلي دايجستيف اللي هي غذائية اكتر مما هي دوائية، ممكن الواحد ياكل منهم قد ما بده، بتساعد كتير الجهاز الهضمي، المعدة والامعاء. أهم هاي الأعشاب اللي هي الأرو روت، كاروب اللي هو الخروب، غريب ليش ركز على الخروب هون. Pods are maple-like flavor. Maple-like flavor contain 50% natural sugar, and for this reason, the whole pods are often eaten as candy. Okay. Becoming increasingly popular as a flavor called tuk 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 tuk. المهم ركز يعني حط الخروب بيناتهم. اوكي كارجين او ايرش موس اللي هي الشغلات الهلاميه، الايرش موس مهم جدا جايينه كثير بالحكي او بسموه سي موس احيانا، اللي هم نقدر نستخدمه بالحلويات، نقدر نستخدمه بالسموذي، بالاكل، نعمل منه شغلات شبيهه بالجبنه، اللي هو فيه كولاجين طبيعي كثير كثير مهم، فيش يعني حكي على الموضوع. وبالاحرى جايكم انا بفيديو بس حركز فيه على الايرش موس وشغلتين تانيين اللي هم خلص غذاء مثالي، اذا ما اكلت شيء ثاني بكفيني. المهم excellent substitute for animal gelatin، اي اشي بيستخدموا فيه مثلا صناعيا الجيلاتين الحيواني الايرش موس يستخدم بداله، الكاراجين كمان ممكن يستخدم بس الايرش موس اهم منه هنا 100%. بنقدر نستخدم البودينج بالكاسترد بالموس، يعني استخدام غذائي زي ما حكينا هون الاستخدامات الغذائية. جرم عربيك اللي هي العلكة العربية برضو مهمة كتير، نيوتريتيف لها كتير خصائص غذائية، it's a prebiotic كمان اللي هي بتغذي البكتيريا النافعة اللي موجودة بالجسم، مش probiotic، prebiotic في فرق. minor sore throat بتساعد للرشح، بتساعد لما يكون في التهاب حلق لما تكون هاي الشغلات. recommended for soothing stomach, recipe for beverage، وحاطت وصفات كمان برضه هدول بنجيهم بحالهم. Iceland moss نوع تاني من الأعشاب البحرية زي sea moss، ما عمري جربته بصراحة بس راح أجيبه أجربه أشوف شو الفرق بينه وبين الأيريش موس. أوكرا بودز البامية برضو منلاحظ البامية بتعمل مادة هلامية، والمواد الهلامية بدون أدنى شك بتساعد كتير الجهاز الهضمي وبتعمل تغذيف للمعدة في حالات التقرحات والقرحة والكرون ديزيز. يا الله بتعرف إني نسيت أحكيها، مش عارف إذا نسيت أحكيها أو لا، لا أظن حكيتها بفيديو الكرون على حكيت على الألوفيرا بس ما حكيت هاي الشغلات. عموما اوكرابود اللي هي البامية، الشغلات الهلامية مثل الايرش موس، الجام ارابيك، كل الشغلات الهلامية هاي كتير بتساعد في حالات التقرحات والكرون ديزيز والالسرايتس كولايتس والقرحة المعدة الى اخره. ساغروت نيوتريستارج obtained from certain plant مش موجود عندنا كتير، ساغروت بنشوف شو اسمه، نحاول نشوف شو اسمه بالعربي. سويت الم وسليبر الم هدول عشبتين من انواع البلوط بس عشبتين كتير مهمين، كان يستخدمهم جون كريستوفر بعلاج الامراض، وحتى بتلاحظوا بالكيورينج انكيورابلز بالفورميلا تاعته كان يعني يركز عليهم كتير انه الواحد لازم يشربهم يوميا حتى يساعدوا الجهاز الهضمي. كالماتيفس
agents used for their mild calming effect. اللي هم بيعملوا عملية تهدئة خفيفة. taken بيتاخذوا كشاي عادة. catnip عشبة متوفرة يعني بنجيبها بسهولة على الإنترنت. يمكن عنا مش كتير متوفرة بس إنه بنقدر نجيبها عادي. الكاموميل، البابونج، الفينل سيد، الشومر، الهوبس واللندن فلاورز. أوكي هوبس بيلو كمان عشبة تانية من الأعشاب يعني متوفرة خارجيا. بنشوف إحنا البدائل. طيب كارمينيتيف أند أروماتكس اللي هي الأعشاب اللي هي عطرية بشكل أساسي. substances of fragrant smell بتعرف الزيوت العطرية حكينا عليها قديش مهمة يعني إنه في إلها تأثير إنه الزيوت العطرية زي ما حكينا من الأعشاب أو الشغلات العطرية بشكل عام إلها تأثير قوي جدا على الجسم. بنستخدمها إحنا كمان بالحقن الشرجية لتنظيف البايوفيلمز وبواقي الديدان وبيض الديدان والشغلات هاي. طيب أول سبايس أنيس سيد، أنجليك سيد، كابسيسم فروت، كاروي سيد، كارموم سيد، كارمن سيد، كاتنيب هيرب، سيلري سيد. حلو السيلري الكرافس له دور في الموضوع. سينمون بارك القرفة، كلوفز طبعا، رونفول، كوريندر سيد، شو اسمها يا ربي الكزبرة، الكيومن كمون، اليوكاليبتوس مهم كتير، الكين اللي هي الكينة، الفينل سيد، الشومر، الجينجر. في أعشاب منيح وأنا متوفر عنه. جينجر اللي هو الزنجبيل، اللوفج روت، الميس، الميليوت، ميليوت فلاورز، الماسترد الخردل، نوتميك جوز الطيب، بيبرمنت اللي هو نوع من أنواع النعناع، السبيرمنت برضو نوع من أنواع النعناع، الفاليريان بيستخدموها كتير كمهدئ، الوايلد جينجر كمان نوع من أنواع يربي الزنجبيل. هاي كلها أعشاب مهمة كتير في عملية إنه كزيوت عطرية لها استخدامات متعددة. طيب كاثارتكس، شو هي الكاثارتكس؟ agents which promote evacuation from the bowels اللي هي اللي بتطلع إلها تأثير مسهل بتنظف الأمعاء. الالوز أول شيء اللي هي طبعا الشغلات الهلامية اللي نستخرجها من الصبار مثل الالوفيرا والصبار العادي. بنعرف كيف نستخدمه، بنخلطه بالخلاط ونصفيه أو ممكن نقشره ونطلع المادة الهلامية اللي موجودة فيه. إلها تأثير إيجابي كثير في تنظيف الجهاز الهضمي. الأجار أجار نعرفه نوع من أنواع الأعشاب البحرية برضو مهم كتير في تنظيف الجهاز الهضمي، بس الحلو في الموضوع أنه خفيف جدا فبنقدر نستخدمه بالأكل وبالسموذيز وبالحلويات إلى آخره، وبنفس الوقت بكون عم بنظف. فشوفوا كيف في كتير أعشاب بتكون فيها تأثير تنظيف وتأثير غذائي بنفس الوقت. عشان هيك يعني بدناش أدوية، بدنا يعني ناخد الأشياء الطبيعية اللي هي بتنظف وبتغذي بنفس الوقت. يعني هدية باربيري بارك، بلو فلاج، باكثورن بارك، باترنوت إنر باركس. أوكي هدول كلهم كاثارتكس اللي هي عملية تنظيف. كاسكارا بارك، كاسيا فستولا، كاستر أويل زيت الخروع، كول فيرسز روت، جولاب روت، كاريات كم، مانا، مي أبل، ماندراك، سيليوم سيد اللي هو لسان الحمل، روبارب، سنة، سنة مكة. أكتر من نوع سنة كاتب هنا. تامرين، تمر هندي، كوريندر سيد، كزبرة لها تأثير، فنل، شومر له تأثير. كويس في عندنا نسبة أعشاب كويسة متوفرة، وباقي الأعشاب بنحاول نشوف الإشي الأساسي جدا منها ومن يعني بنوفره للجميع. طيب ديمولكنتس substances usually of a mucilaginous and bland nature taken internally for their soothing. برضو نفس الشيء لهم تأثير هلامي، بيساعد كتير على التهدئة وبيعمل بروتكتيف كورب. كومفري روت، الكومفري من الأعشاب المهمة جدا، حتى هو حاطط عليها نجمة هون على مدى أهميتها. كاوتش جراس روت، فلاكس سيد، بذور الكتان بلا شك، كرايا جوم، ليكوريش اللي هو أرق السوس، مارشميلو روت، أوكرا، سالب، ساسافراس، ساسمي ليفز، أوراق السمسم، سليبري إيرم، إلم برضو من الأعشاب المهمة جدا، سولومون سيل روت، وتراجا كانث جم. أوكي شوفوا قديش في أعشاب وفي أعشاب متوفرة. فا نايس رهيب. ركز كتير هنا بعديها على شغلتين اللي هم الفلاكس سيدز، بذور الكتان والليكرش. ركز كتير كمان على بذور على عرق السوس.
Okay, diaphragmatics are agents which tend to increase perspiration. Okay, agweed, angelica root, palm herb, blessed thistle, نوع من أنواع الخرفيش, Canada snake, catnip, chamomile, elder flowers, ginger root. دائما كان جون كريستوفر بالمحاضرات ببلش بيقول we have to use the things that the good Lord provided for us. يعني ربنا سبحانه وتعالى وفر شغلات لإلنا, أدوية موجودة بالطبيعة لازم نعرف كيف نستخدمها. والشامنز زمان كانوا حتى يعرفوا كيف يستخدموا الأعشاب صراحة, كانوا يعملوا طقوس ويعملوا مديتيشن ويخرجوا من الجسم ويسألوا يعني أرواح أو الهاير سيلفز اللي موجودة برا عن العلاجات للأمراض المختلفة من خلال الأعشاب, وكان يتلقوا الأجوبة ومن خلالها وكان يوفروا هاي العلاجات. قصة كبيرة يعني, شغلات كتير هبل. المهم إنه الأعشاب ما شاء الله قديش في شغلات ولسه لازلنا اللي بنعرفه جزء كتير بسيط من الأشياء المتوفرة. طيب كاتنب, كامومايل, إلدر فلاورز, جينجر روت, الزنجبيل, هيسوب هيرب, ليندن فلاورز, لوبيليا من الأعشاب المهمة جدا, ماونتن مينت, أعشاب عائلة النعنع بكل الحالات كتير كتير مهمة في مساعدة الجهاز التنفسي والرئة, بيني رويال, بلوريزي روت, بريكلي أش بارك كان يركز عليها كتير, راغورت هيرب, ساسفراس, سنجينا, سربنتاريا, سبايس بوش, فيفر بوش, ثايم نوع من أنواع الزعتر, ووتر, إيرينجو روت, وود سيج نوع من أنواع المرمية, يارو برضو اليارو هيرب, الخلة من الأعشاب المهمة كتير. طيب ديوراتيكس قديش طلعنا, لحظة أشوف. أوكي تعرفوا بدي أخلصهم, خلينا نخلصهم اليوم. طيب ديوراتيكس ولا أقولكم لحظة قديش طايل, هي 1 2 3 4 صفحات. أوكي 4 صفحات رح أخليهم للمرة الجاي كنوع من أنواع التشويق لأنه بصراحة تعب صوتي من الحكي. أوكي إذا لاحظت اليوم ذكر أعشاب بشكل عام, بس أنا حابب لأنه يعني بس بدي هيك يكون في عنا فكرة قديش ما مدى شمول وما مدى الشغلات اللي موجودة. طبعا إحنا ما رح نقدر نوفر كل هاي الأعشاب, بس اللي رح نعمله رح نشوف شو الأعشاب المتوفرة في الوطن العربي ورح نعملهم كلياتهم بشكل تفصيلي. حنفصلهم جهاز بجهاز, يعني أعشاب الكبد كذا, أعشاب الكلى كذا, أعشاب الجهاز الهضمي كذا, أعشاب تنظيف الديدان كذا, نعملهم كل واحدة بفيديو كوصفة يمكن أسهل شيء, على أساس إن الأعشاب المتوفرة بنقدر نصير نجيبها ونمشي فيها. ومثل ما جون كريستوفر عمل curing the incurables كبروتوكول لتنظيف الجسم, إحنا نفس الشيء بنشوف شو الأعشاب المتوفرة الموازية وبنحط البروتوكول العشبي لهاي الشغلات حتى يكون في عنا نظام علاجي باستخدام الأعشاب بهاي الطريقة. فالمرة الجاي الأربع صفحات اللي ضلوا بذكرهم بسرعة, وبعديهم أظن رح نمشي في الجهاز الدورة الدموية كطريقة تنظيفه, لأنه بالفيديوهات الماضية أوردي إحنا ذكرنا تنظيف الجهاز الهضمي باستخدام طريقة جون كريستوفر. فنذكر الأربع صفحات ومنبلش بطريقة تنظيف الجهاز الدورة الدموية من خلال الأعشاب, ومن بعدها منكمل باقي الأعضاء مثل بحاكمهم جون كريستوفر. فيس بعرف كتير ذكرنا شغلات بالإنجليزي بس برضو مهم كتير. anyway, زي ما بنحكي دائما, تنسوش التمرين اللي حكينا اليوم بأول الحلقة, وتنسوش 20 دقيقة التأمل اليومية, وتنسوش النوم شمال جنوب جنوب شمال, هاي كلها شغلات يومية مهمة جدا لموازنة الجسم. ويس كملنا, بلشنا نكمل شغل جين كريستوفر بعد انقطاع طويل, وحيكون يعني موضوع الأعشاب صراحة بالنسبة لي موضوع كتير شيق, ومن الموضوع الأعشاب رح ننتقل لزيوت العطرية, وفي عندي كتاب كمان بحكي على استخدام المشروم العلاجي, أنواع الفطر, الاستخدامات العلاجية إلى آخره. يعني في عندنا كتير شغلات حلوة, وفي كتاب كمان هي قدامي Alkalize or Die اللي هي إيش الأعشاب اللي حكى لي عليه جون شو اسمه دان وينتر بالمقابلة اللي عملتها معاه, اللي هي إيش الأعشاب إيش الأغذية اللي بتعمل قلوية الدم بناء على أبحاث صديق لإله. anyway كتير شغلات, فهاي هي بالنسبة لليوم. أضيح من الكل, ديروا بالكم على حالكم ومنكمل مع بعض إن شاء الله المرة الجاية.